كنت معاكي معكم مساء مشاكم اي تيم. اليوم حنحكي نقطة صغيرة عن Object Array، واللي هي انه Object Array as a parameter او كargument. هلا لو حكينا مثلا PRP و p.set x مثلا 5، كان وبدنا نعمل او لو عملنا function اسمه change، اجا بده ياخد p ويزيد x تبعتها بواحد، يعني p.set x p.getx زائد واحد، okay. زائد قيمة p.x أو p1.getx زائد واحد بعد دعم p1.setx، okay. احنا دينا هذا الفونكشن change أو فونكشن برا class change وضعتنا له p، بعد اجينا طبعنا xy. أنا بس عددت كلاس لأنه يكون فيها بس set to get x, set to get y و print. لو جيت شغلت هحكي أنه أنا حددت قيمة x، بعتها لا وبعت هذا الأوبجكت كله لا change. هلا change غير x ل p1، ولكن زي ما حكينا كونه by value ما بغير x لا إيش ل p. لما جينا طبعناها بعد الفانكشن طلعت 5، بينما لو حطيناها باي ريفرنس طبعا لست، يعني بس فكرة باي فاليو باي ريفرنس، اوكي. هلا هذا كنا بأوبجكت واحد، طب لو كان عندنا مثلا بدل هيك خلينا نحكي أوبجكت أري مثلا P1 size 3، ماشي. لو حكيت إنه أنا بدي change عندي void change بيقبل player array، أو خلينا مثلاً شو نسميها مثلاً p2، كم هيقبل هاي array، هيحكي p2 zero that set x. حنأخذ هذا الكود مبدئياً نفسه، أنا بس بدي أغير قيمة x بواحد، والله ما بستعمل index، v2. يعني قلت لك أنا بدل ما بدي أعمل تغيير ال x على object واحد، لما عرفت array قلت لك أعمل لي تغيير x على أول index من array، ماشي؟ فجيت حكيت v1 ال 0 set x مثلاً 7، وبعدت الـ array change، okay. بعدها حكيت p1 0 dot print، شو حيصير قيمة طبعا؟ عرفت array حجم 3، حكيت أول index منها اللي هو object في حد ذاته، أعطيه للx تبعه للفيلد الx اعطيه قيمة 7، ماشي. بعدين بعت كل الاري لا change. change شو عمل؟ change اول index غير الx تاعته ضاف لها 1 بس. لما رجعنا هون اول index ايه تغيرت قيمة الx بدل 7 صار 8. ليش؟ لانه الاريز بشكل عام passed by value، والobject array كمان passed by value، كم؟ هلا لو كنت انت مثلا خلينا نحكي هذا struct، يعني فضل مين دائما اذا بعت object واحد بكون ايش بدون ما تحط by reference، هيكون by value، حتى الفيلدز اللي هم array by value كمان تقدر تحكي. يعني لو كنت معرف enemy اي حكيت اي اكس الصفر ايكوالز 1، ماشي. وعملت كمان void change بدي شغل الاسم بس تغير الداتا تايب، حيقبل object من enemy و اي دوت اكس الصفر ايكوالز مثلا 5، ماشي. هلا انا بالمين عرفت object اعطيت قيمته لا x
صفر أعطيتها واحد، بعد هذا الأوبجكت change بعدها حكيت أطبع e dot x الصفر. هلأ الأري بحد ذاته لما تبعت أري بحد ذاته كبارامتر هي passed by reference زي array of objects ماشي، يفرقش الداتا تايب. array of integers array of objects it's passed by reference، وشو ما تتلاعب هيتغير في الموجهة. ولكن لما تبعت object انه مش array of objects هيتعمل ك passed by value، وحتى لو واحد من fields تاونا هو array تعملهم كأنهم passed by value. انه شغلنا هون طلع، هلا نحن اول اندكس حكينا انه واحد، بعدنا الاوبجكتس اجب هذا تغير اول اندكس، لكن لما طبعه ايش رجع طبع واحد. يعني ببساطه when you تمرر اوبجكت واحد it's passed by ref by value الا اذا تحدد انه by reference، وحتى لو واحد من الفيتش تاون اري كمان عاملهم انه passed by value، ولكن اذا تبعت اري لو array من objects it's passed by reference. وشو ما تعدل أي واحد من indices هيعدل على الobject هذاك. يعطيكم العافية.